مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. عندما تسيطر عصابة على الدولة وتختطف قرارها فإن الكارثة هي النتيجة. يتحول المجتمع إلى رهينة في يد مجموعة من المجانين، يحولون الطلاب إلى قناصين، والمدارس إلى مخازن سلاح، والطرقات إلى مزارع ألغام، والمساجد إلى أنقاض. يسرقون أمن الناس ويحولون بينهم وبين وسائلهم للحياة. الكارثة التي نعيشها بشكل جماعي تتركز أوجاعها على بعضنا بشكل أكثر مأساوية. قصة الناجي من الاختطاف حسام الوصابي خرج من قلعة رداع التاريخية التي حولها الإنقلابيون إلى سجن رهيب ليروي لنا هذه الحكاية. في ظل الانكسار الذي تمنى به على يد المقاومة في تعز، تلجأ ميليشيا الحوثي والمخلوع إلى اختطاف المزيد من المدنيين ليكونوا ورقة ضغط على المقاومة في أي عملية تبادل للأسرى. حسام الوصابي مدني تعرض للاختطاف وعاش تجربة مريرة لا تزال حاضرة في ذاكرته. قم مسافر رداع لأن عند كريمتين مسكوا احنا بنقطة أبو هاشم وحبسوا احنا شهرين تعذيب ضرب، قالوا اعترفوا ان انتم دواعش. كان الموقف مفاجئا وصادما لحسام، ورغم الأثر النفسي والصحي لتجربة السجن إلا أنه لا يزال يتذكر تفاصيل معاناته، إذ لم يعش وحده قسوة اللحظة. والله ينزلوا احنا فوق البصر رويشان وتم علينا القبض، قالوا 150 نفر داعشيين وهم مواطنين عاديين، واختطافات ضرب تعذيب، اعترف ان انت داعشي صميل، حبسوا احنا وعذبوا احنا وكل ما خلوا احنا دي السرخة تعذيب، وقالوا ان اعترفوا صميل يا صميل انتم دواعش ضربوا. تصر الميليشيا على انتزاع ما تريد من اعترافات من ضحاياها تحت وطأة التعذيب، وتعمل على انتزاع توقيعات قسرية بأن ضحاياها ليسوا إلا دواعش. تريد القول بشكل سافر أنها تقاتل الدواعش وأن معركتها في تعز ليست إلا مع الإرهاب، وعلى هامش الاختطاف تمارس التعبئة القسرية بإخضاع الضحايا المختطفين بشكل جماعي لأنشطة ممنهجة. منهم 24 نفر احتبسوا وحبسوا احنا وتعذيب ضرب، كل يوم يخلوا احنا ندي السرخة 3 أيام ودوا لنا محاضرات ويسبوا عائشة. المهم يهينوا احنا هيانا وضرب وبحدلة، والمهم قعقعة وخلي بعلم الله. مكث حسام قرابة شهرين في سجن بقلعة رداع محروما من حق الاتصال بوالدته، ولم تعلم أسرته بمصيره ولا بمكان تواجده، وعاش مرحلة ضغط نفسي ومعنوي فضلا عما تعرض له من انتهاكات خلال فترة احتجازه. كانوا حتى ما يدونش حتى التلفون التواصل ولا حاجة، يعني ما حد داري ان انا حي ولا ميت. بعد اخبر يدونا التلفون حتى نتواصل مع الاهل، يعني انسان ميت حي ولا شيء يقول لك انت بتتواصل، يعني تواصلهم علشان ان انت هنا بيجيبوا مجموعة ولا كيف؟ قلهم يا خبرة احنا نتواصل مع امنا مع اخواننا مع ان احنا محابس، نوصلهم ان احنا محابس بالقلعة رداع. ممنوع قالوا. كانوا يدونا حبة رغيف الصباح وقلي الرز لثلاثين نفر، والعشاء كده حبة رغيف، وليت الحبة الرغيف هذا يخرجونا من جسمك ضرب. كتبت لحسام حياة جديدة، خرج ليروي شيئا من صور الهمجية والبشاعة التي تنتهجها الميليشيا بحق ضحاياها، وكشف عن تواجد العديد من الضحايا من مختلف المحافظات في سجن القلعة برداع. في من تعز وفي من زبيد وفي من أصاب وفي من بدة، اللي في القلعة محابس من صاحب تعز لهم من 3 شهور من 4 شهور تعذيب كرهبة وضرب فوقهم، وآخرة الليل مسكوهم ودخلوهم غرف سرية. حسام ليس ضحية اختطاف، بل كان شاهد عيان على ما رآه وشهد من ممارسات وانتهاكات بحق سواه من الأبرياء المدنيين ضحايا الاختطاف. في ناس من أصحاب تهامة يطلعوهم الساعة 9-10 بالليل، قسم لك بالله أن واحد نزل اليد حقه كله عادي خلاص من التعذيب ضرب
بوايرات بي والوجه حقه كله مورم يعني لات مساقع وزباط يعني اعترف قال لهم على ايش اعترف؟ قالوا له ان انت داعشي. قال لهم انا ما نش مع الدواعش، انا طالب الله على اسرتي، اروح بعد لي مساوي وقبيع. وفي ناس طالبين الله معهم عربيات، وحتى واحد صاحب من تهامة معه عربية هناك بردع، خارج اشتري من البقالة بسكوت وعصير، مسكنه والقلعة وحبسنه شهر، خارج معنا من ردع. في واحد راعي سيارة يعني محمل ركاب، مسكنه وخلوه يعترف انه محمل يعني لا مسمي هذه انه محمل دواعش يهربهم تهريب من النقاط القلحوتة. حصل له ضرب وتعذيب واعترف، واحد من ماوية واحد من ردع اعترف يعني، ورجعوا جلس بعد شهرين اسبوعين، قال بدي شهرين، قالوا رجع حولوا بوب السجن يعني السجن المركزي يعني عبرنه أسرى. يؤكد حسام انتهاج الميليشيا أسلوبا لا أخلاقيا باستخدام الضحايا دروعا بشرية بحبسهم في معتقلات عسكرية وفي مخازن أسلحة. طرحوا هناك يعني عبارات دراع بشري في القلعة يعني حماية لهم، معهم أسلحة تحت، معهم كل شيء. إيش عرفك؟ ها؟ في أسلحة خرجوا تقومات معهم خنادق. وين؟ بالقلعة نفسها تحته. إيش عرفك أنت؟ ها؟ إيش عرفنا؟ كنا نخرج لأنه معنا غرفة نخرج لأوصل البارحة، ودخلنا الحمام. وخرجوا يشوفوا أسلحة يخرجوا. متى كان خرجوا الأسلحة؟ خرجوا بالصباح بالعصر. يدخلوا تقومات يدخلوا. عام خنادق تحته. قاسية هي التجربة التي مر بها حسام، ومظهر قسوتها الأثر النفسي الذي خرج به بعدما تعرض له من صور التعذيب الوحشي. يدخلوك بغدر وغطوا عيونك بشال، ها يلا، وضاق اعترف داعشي. قلنا لهم على ايش اعترف؟ انا سار لاند كريمتي وراجع دنيا حرب عندكم. قالوا انت رايح، ما انت شهادة كذب، انت رايح عند كريمتك، رايح على الله ما تعمل، ما معك شرايح توزع ولا شيء. قالوا ما معنا لا قيمة شرايح ولا معنا شرايح، قرق مع شمك لا هواء، كونك اشي اعرف الشمس داخل السجن ما اعرف ايش. بعدها كانوا حالتي ضيق وتفقر ومريض، تكون دقدق حتى العمود حقي يقعنا من الضرب. المهم بهدلوا ابنه بهدلة. أفرج عن حسام بعد مساع جهوية من منطقته في وصاب، ولم يتم إطلاقه إلا بعد إجراءات معقدة باسم الضمانات بعدم التعاون ممن يسمونهم دواعش. تعهد إن إحنا لا نسير مع الدواعش ولا نقابل الدواعش ولا نجزع مع الدواعش. قالوا بعد التعهد هذا خلاص جلسنا بعده 3 أيام دربعية أيام، رجع قال إفراج. قالوا الشي ضمانة، قلنا له من فين ندي لكم ضمانة؟ قالوا ضروري، اللي مع ضمانة يخرج، اللي ما معوش يقس. رجعوا أقا واحد مندوب حقه من أصاب، ها أقا خرج أصحاب أصاب كامل من إحنا 7 أو 8 من أصاب من الوحدة. يلا الحمد لله تخارجنا. بعد خروجه من المعتقل عاد حسام إلى حيث كان يقيم في تعز، لكنه وفقا لصديقي حسين وإيهاب لم يعد حسام الذي كان قبل اختطافه وتعرضه لمحنة التعذيب الجسدي والمعنوي. حسام نبيل هو صديق وزميل لنا في هنا في ساحة الحرية، وهو كمواطن وكما كنا نعرفه من قبل أن يحتبس وقبل أن يسوره الحوثاء كان يعني بشدة مرحه، وكنا نجلس معه نحب ان احنا نجلس معه لمرحه لفرحه يعني ما كانش قلبه محمل عليه واحد، وكان انسان طيب وانسان محترم. فهذه الفترة من بعد ما عاد من ردع حالته النفسية تغيرت، يعني واصل وهو متوتر، اليدات حقه واصل ما يقدر يوقف ثابت زي ما هو، ولا اذا حتى لو نام ينام يقوم يستفز، احيان يقوم يصيح، احيان يقوم يسب، احيان يقوم يده، ما نقدرش يعني ما قدرنا نفهم ايش حالته لحد الان من بعد ما كان بحبس رداء واحتبس زي ما قال بالوحده، يعني ما قدرناش نميز حالته الى الان. اصابي زميلي وصاحبي، عشت فتره كثيره انا وهو، لكن بعد ما طلع رداع واحتبس عند الحوثاء تغيرت حالته، ما عاد هوش هذاك صاحبنا اللي كنا نضحك نجلس احنا وهو نشوفه، احيانا يجلس يتكلم مع نفسه
احيانا تشوف يداتو يقس تشنقين يسبع يجلس ساف كذا يفكر مدري بايش، يعني مثل في داخله حاجه كذا ما حد عرفه ولا حد الان. الاصابين مدري ماله تغير، نسال الله انه يشفوا. هو بعض احيان اذا جلس ما يجلس معنا لاكثر الاوقات كما كان، يعني كان يعني اذا جلس بالكثير ساعه قد ياكثر الشيء معنا، واذا في قصف او في ضرب او في ذاك يروح اذا هو اكثر اوقاته متخوف. حالة حسام تستدعي الالتفات لشريحة مهمة وحساسة من ضحايا تجربة الاختطاف والتعذيب الوحشي في سجون الميليشيا، وليس من العدل التخلي عنهم يواجهون آثار السجن والتعذيب دون دعم ومساعدة، إذ لا بد من تعهدهم بالرعاية والتأهيل ليتجاوزوا ما يعانوه من آثار التعذيب. ثمن غال يدفعه اليمنيون من حياتهم من أمانهم الاجتماعي والنفسي. التعذيب لا يقتصر على السجون ومن فيها فقط من المظلومين، بل تصل آثاره المباشرة إلى أقاربهم ومعارفهم، كما يفعل فعله في أنفس الجلادين أنفسهم أيضا. وإضافة إلى ذلك، فالمعذبون ليسوا أولئك المختفين وراء الجدران السميكة فقط، بل إن ملايين المواطنين يتعرضون للتعذيب. من تطفأ عليه الكهرباء معذب، من يحرم من العلاج ويغلق في وجهه المستشفى معذب، من يحرم من البنزين معذب، الطالب الذي تغلق مدرسته معذب، الأب الذي يحرم من راتبه الذي يعيل أطفاله منه معذب، الأم التي تعاني مع أطفالها من سوء التغذية معذبة، والمرأة التي تسرق الميليشيا زوجها أو ولدها وتعيده إليها صورة على كرتون هي أيضا معذبة. التعذيب أداة الميليشيا لإهانة المجتمع وتحطيمه من الداخل، ولها في ذلك طرق وأساليب طورتها أنظمة الفساد والاستبداد عبر الأزمان. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، عضو لجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. نتمنى أنك سمعت معنا أو شاهدت معنا بالأحرى الفيلم الذي عرضناه قبل قليل عن اختطاف أحد المواطنين. كيف حمل قانون اليمني المواطنين من التعرض للاعتقال والإخفاء؟ طبعا القانون اليمني كان واضح في حماية المواطنين من مجرد حتى الإهانة أو التعريض للمعاملة القاسية أو المعاملة الجارحة. الدستور يعني أوجب على السلطات أن تحافظ على كرامة المواطنين، وأيضا قانون الإجراءات الجزائية حدد إجراءات القبض والتوقيف للمواطنين، ويعني كانت تجديد كبير جدا في قانون الإجراءات الجزائية اليمني. لا يجوز إيقاف أي مواطن أو اعتقاله إلا بناء على أوامر قضائية إلا في حالات محددة وحالة الجريمة المشهودة، وحددها مدة 24 ساعة لا يجوز أن تتجاوزها. يجب أن يحال الشخص إلى جهة قضائية حتى تأمر بالإفراج عنه أو يعني بحالة باستمرار الاعتقاله طبقا لمعرفة النيابة والتحقيق من قبل الجهات النيابية. بالإضافة لأنه قانون العقوبات اليمني يعني حذر من أو كان له فيه عقوبات صارمة في قضية التعذيب أو المعاملة القاسية للمواطنين أثناء عملية الاحتجاز. هذا بخصوص الجهات الرسمية التي قد تمارس هذا الأمر. أي جهة تمارس بصفة رسمية أو شبه رسمية يعني، أو أي شخص يمارس عملية حجز حرية مواطن ويمارس معه التعذيب هناك عقوبة، يعني عقوبة هي السجن مدة 10 سنوات. وبالإضافة إلى أنه هناك ليست فقط عقوبة السجن فقط، ولكنه هناك القصاص في حالة الوفاة. الشخص الذي مارس التعذيب ومات الشخص المعذب
يقاس به، يعني يعدم بدلا عنه. نعم. الأرش والتعويض في حالة أنه حصل هناك تلف في عضو أو تعرض هناك آثار للتعذيب أو آثار نفسية، القضاء يحكم أو القانون يفرض لهؤلاء الأشخاص التعويض من قبل من قام أو مارس عملية الاعتقال. أعتقد أنه أيضا هناك يعني إجراءات كثيرة حافظت على كرامة المواطنين. نعم. قانون الشرطة، كثير من القوانين. ماذا عن القانون الدولي أستاذ عبد الرحمن؟ القانون الدولي هناك يعني اتفاقية مناهضة التعذيب، اليمن طرف فيها وجرمت التعذيب ولا تجيز التعذيب ولا حتى المعاملة القاسية، حتى الألفاظ لا تجيزها سواء كان في القانون اليمني أو القانون الدولي. هناك اتفاقية يعني مناهضة الإخفاء القسري، اليمن طرف فيها، يعني كل الاتفاقيات الدولية التي أو أغلب الاتفاقيات الدولية التي تحمي المواطن من عملية الاعتقال التعسفي، من التعذيب، من الإخفاء القسري، اليمن كانت شريك فيها. اليمن موقع على 57 اتفاقية دولية، أغلبها تتحدث عن حقوق الإنسان، ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو ملزم لكافة الدول وهو إلزام أدبي، إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ماذا عن ماذا يعني مسألة التوثيق؟ كيف يمكن توثيق قضايا الاختطاف والتعذيب؟ هم يطلقوا الشخص هكذا ولا يملك مع هذا الجبروت أن يوثق مسألة اختفائه واختطافه وتعذيبه، كيف يمكن أن يتم هذا التوثيق؟ طبعا التوثيق هو طبعا هناك يعني صعوبة في ظل ظروف كهذا تمارس أطراف بعض الأطراف عملية الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري، لكن هناك يعني القانون الدولي أو الإجراءات الدولية التي يعني تقوم بها المنظمات الدولية وما شابه ذلك، خصوصا الآلية الدولية لحقوق الإنسان، أمرها بسيط جدا. يعني هناك أدلة لابد أن تترك أثناء عملية الاختطاف، مثل يوجد هناك شهود من المعتقل. نعم. نفسه كانوا متواجدين، آخر مكان خطف فيها الشخص يتبع أي جهة أو أي طرف من أطراف النزاع، مثل آثار التعذيب الموجود، مثل تقديم مذكرات من قبل أسرة المعتقل، مثل وسطاء قاموا بعملية وساطة للإخراج. نعم. أشياء كثيرة يعني ممكن أن توثق هذا. إذن هناك ما يمكن البدء منه. مثلا قضية حسام الوصابي، بأي باب يمكن أن يطرقه لتوثيق ما حل به؟ يعني هل يمكن أن يلجأ إليكم أو إلى من يعني يلجأ؟ نحدد المنطقة الذي موجود هو فيها، لدينا راصدين للجنة متواجدين في كل المحافظات وسنقوم بعملية رصدها والتفكير في هذه فيما حدث له وتحديد الطرف الذي مارس هذه العملية والجهة التي مارست عملية الاختطاف والتعذيب. إذن هذا دوركم أنتم كلجنة يعني؟ نعم، هو دورنا كلجنة، نحن نوثق كل هذه الجرائم، بل نحن لا نوثق فقط، نحن نحقق في هذه الجرائم، ونحن نقول أنه لن يكون هناك تقرير تصدرها اللجنة في نهاية عملها يدين أطراف النزاع مارست أو ما أشبه ذلك أو الجهات الثانية أو جماعة كذا مارست عملية الاختطاف أو القتل، لكننا سنقول فلان وفلان 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 هم من مارسوا هذه الجرائم. سوف تحدد بأسماء الأشخاص حتى تكون هناك مسؤولية جنائية يعني شخصية على كل من مارس هذه الجرائم. إذن يعني ستقومون بحفظ يعني معلومات الشهود أو من تستعينون بهم لإثبات هذه الجرائم، هذا ما فهمته؟ نعم. يعني هذا شيء مؤكد. أيضا هناك يعني الشهود الذي نلتقي فيهم معلومات سرية، لا نظهر الشهود الذي نلتقي فيهم ولا نظهر أسمائهم في التقرير الذي سيصدر، ولكننا نرمز لهم بأحرف أو بأرقام، حتى يعني نقول إنه التقينا بشاهد عيان أكد لنا كذا وكذا وكذا دون أن يذكر اسمه، حتى يطمئن الشهود الذين يدلون معلومات. نحن في برنامج لحماية هؤلاء الشهود على أن لا يعني يعرف أحد من أدلى بهذه المعلومات، ولكن ما يهمنا هو المعلومات فقط التي يمكن أن نستخلصها ويمكن أن تؤدي إلى معرفة من يمارس هذه الجرائم. ما هو التالي بعد إعلانكم لهذا التقرير الذي تحدثت عنه؟ هل ستقام هناك محاكمات؟ نعم. أم ستقدم طلبات دولية؟ نعم. في ظل الأوضاع التي تعيش فيها البلاد؟ تفضل. اللائحة الداخلية والقرار الجمهوري الذي حدد مهام اللجنة
اللجنة بعد أن تنهي عملية التقرير وتحدد الأشخاص الذي مارسوا هذه الجرائم سوف تقوم تسليم التقرير إحالته إلى القضاء بدء عملية المحاكمة لهؤلاء الأشخاص، وتسليم أيضا النسخة منه إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجهات الدولية ومجلس الأمن الدولي حتى وأيضا لجنة العقوبات التي هي مستمرة في عملها حتى نعطيهم المعلومات التي منهم من يمارس عملية انتهاكات لحقوق الإنسان. ويعني سيكون هناك أكثر من إجراء يمكن اتخاذه. ألا يمكن أن يطمئن المنتهكون من أتباع الميليشيا المتخصصون في إهانة وإهدار حقوق المواطن اليمني وانتهاك كرامته في هذه المعتقلات، ألا يمكن أن يطمئنوا إلى تسويات سياسية يمكن أن تشكل لهم حبل نجاة وطوق للإفلات من هذه الملاحقات التي تتحدث عنها؟ نحن لنا بالنسبة لنا كلجنة لا علاقة بأي مفاوضات سياسية بين الأطراف النزاع في اليمن. نحن سنستمر في أداء عملنا حتى ننجز العمل ما كلفنا به ما يعني من قبل وما يفت فيها المواطنون، وينظر إلى هذه اللجنة بأنها ستقوم بدورها، ولن نلتفت إلى أي اتفاقيات سياسية يمكن أن تحدث. نحن أمام جرائم، هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط في اتفاق سياسي، لا يمكن أن تسقط في التقدم، لا يمكن أن يسقطها أي أمر سوى أن يحاكم كل من يمارس هذه الجرائم من أي طرف من أطراف النزاع. كيف يمكن للمجتمع أن يسهم معكم في هذه المهمة؟ أتمنى أولا من الضحايا أن يقدموا شكاويهم، وأتمنى من لديه معلومات، من لديه شهادة، من لديه صور، من لديه توثيق أن يقدم لنا هذه الأشياء حتى نستطيع أن نقدم أدلة كاملة على كل من على أي إنتهاك من أي طرف من الأطراف. أنا يعني لا أتحدث عن طرف بحد ذاته، ولكن أنا أدعو كل من لديه معلومات عن جهة أن ترتكب إنتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن أن يقدم هذه اللجنة. إلى من يقدم وكيف وما هي التفاصيل؟ هل يمكن أن تستعينوا أنتم كلجنة؟ اسمح لي أستاذ، اسمح لي أستاذ عبد الرحمن لو سمحت لي، هل يمكن أن تستعينوا أنتم بوسائل الإعلام اليمنية المقاومة بتقديم عناوين إيميلات جهات معينة يمكن لهؤلاء أن يتقدموا إليها؟ لأنه الدعوة المطلقة هكذا تقدموا بشكاويكم، إلى من يتقدموا؟ نحن لدينا الآن أطلقنا الموقع الإلكتروني، وفي الموقع الإلكتروني لدينا موجود الاستمارة الخاصة بتقديم الشكوى، ولدينا رقم التليفون، لدينا إيميل خاص بتلقي الشكاوي وأرقام تليفوناتنا، ولدينا موجود في الساحة في كل المحافظات راصدين. نحن سوف نزود القناة بالموقع الإلكتروني والبريد الخاص بنا، وإن شاء الله أنه ستنزله في البرنامج وسنوزع لكم القنوات الفضائية التي ترغب في نشرة. ونحن على استعداد في قناة بلقيس وببرنامجنا وبالعديد من البرامج أن نقوم بالإعلان الدوري عن هذه العناوين وهذه الإيميلات وهذه والموقع الذي تحدثتم عنه لتصل إلى الأخوة المواطنين الذين يتعرضوا للانتهاكات ليسجلوا فيها شكاويهم وشهاداتهم ويقوموا بدورهم أيضا في تحقيق القانون. المحامي عبد الرحمن برمان الناشط والحقوقي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كنت معنا، شكرا جزيلا لك. قبل أن نودعكم نذكركم مشاهدينا الكرام بأن وسائل اتصالنا بكم مفتوحة عبر الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم متابعة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. حسام الوصابي تمرست، في أمان الله.